ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين ان شاء الله. الفيديو ده نويت كده ان انا اتكلم اكتر عن الام اس وعن حياتي بقى مع الام اس وكلام للكلام لما بيطلع من حد عايش في نفس الحاجة او عايش في نفس الستيت، غير لما بنقرا عليه وبنشوفه والكلام ده. فانا كده يعني عندي هذا، عايزة المكم كده حواليا يعني، وعايزين نعمل اللي هو كوميونيتي بتاعنا كده، كوميونيتي صغير ونتكلم مع بعض فيه ونشارك تجاربنا ونرفع بعض لفوق. ودي اهم حاجة يعني، ان محدش يألف، محدش يقبض قلب غيره، محدش يعني ينزل من نفسية حد. طيب اللي خلاني اعمل كده ايه؟ هو ان انا من فترة كده نزلت ريل على الانستجرام عندي، وكنت بأدرس فيها موضوع ان انا عندي ام اس، ولقيت رسائل من جميع انحاء الوطن العربي، ناس عندها ام اس، ناس مش فاهمة يعني ايه ام اس، ناس اباء مثلا عيالهم جالهم ام اس ومش فاهمين ده ايه، او ناس جالهم ام اس ومش فاهمين ده ايه ومش عارفين طب احنا هنتحسن، طب ده ايه، طب احنا هنخف، طب ده هيروح، احنا مش فاهمين اي حاجة وبتتعيش ازاي والكلام ده كله. فعشان كده قررت ان انا يعني اعمل مش سلسلة بس، نبقى مع بعض كده ونعمل ابديتس واكلمكم وانتوا تكلموني وهكذا، واحاول ان انا كدوري كانفلونسر او كشخصية اصلا يعني عامة، وربنا بعت لي شيء من الشهرة، ان انا استغلها بشكل ايجابي وما اعملش ترند يعني بقى اللي هو انا عندي ام اس وهموت ومفيش حاجة وخلاص. لا، احنا هنرفع بعض لفوق، وطبعا عشان الامل في الله يعني، طول ما الامل في الله طول ما نرفع بعض لفوق، وطول ما نتأكد ان احنا هنبقى احسن ان شاء الله. طيب اول حاجة نبتدي بيها هو ايه الام اس؟ يعني ايه ام اس؟ مالتيبل سكليروسس، او اللي هو التصلب المتعدد، او التصلب اللويحي، او التصلب العصبي التعددي، اسامي كتير كده بس احنا ما يهمناش منها حاجة غير ان ده اسم المرض بتاعنا. المناعة، المناعة اللي هي بتحارب الفيروسات، بتحارب كل الاعداء اللي داخل الجسم، هي مش شايفة غير ان المخ والجهاز العصبي هو العدو. يعني المناعة بتهاجم المخ والجهاز العصبي including الحبل الشوكي، وبتسبب بقى يعني مش عايزة اخش في الموضوع ميديكال قوي، بس هي لما بتعمل هجمة على حسب المكان اللي هجمت عليه، على حسب التأثير اللي انت هتشوفيه او اللي انت هتشوفه. يعني مثلا هجمت على مركز المخ، في مركز البصر في المخ، يبقى العين هتتأثر طبعا. على المركز بتاع الحركة، يبقى الحركة عندي هتتوقف او هتتأثر وهكذا. يبقى هو يعني مرض مناعي، المناعة بتهاجم فيه المخ والجهاز العصبي عامة اللي هو المخ والنخاع الشوكي. طيب ده بالنسبة للمرض، وهو بيجي على شكل هجمات. الهجمات دي مش معروف هي بتحصل ليه، ومش معروف هي بتحصل امتى، ومش معروف ايه الاسباب، بس الناس قالت لك في اكتر من سبب، في اسباب التغذية الغير صحيحة، مستوى فيتامين دي قليل، نفسيتك على طول وحشة، على طول في افكار سلبية، وعلى طول في حاجات سلبية، فده بيحفز جهاز المناعة ان هو يعمل ريسبونس او ان هو يرد على هيئة الهجمات دي. وطبعا يعني كل واحد او كل واحدة، كل مريض وليه الشكل بتاعه وليه طريقة الهجمات دي. في ناس بتجيلها هجمات خفيفة، في ناس بتجيلها هجمات صعبة جدا. انا كنت من الناس اللي الهجمات لما بتجيلي بتبهدل، يعني بفقد البصر في العينين الاتنين، وبفقد الحركة تماما. وطبعا يعني الحمد لله بأمر الله اتحسنت طبعا كتير عن الاول، بس بيبقى معاكي حاجات كده بتعيش طول العمر. طبعا الحركة ما بتبقاش زي الاول، الاجهاد ما بتستحمليش، التركيز ما بتستحمليش، البصر ما بيرجعش طبعا زي الاول، بس كل حد وليه قصة وكل حد وليه حكاية. في ناس بتتحرك عادي بعد ما كانت مشلولة، في ناس بتفضل على كرسي، في ناس بيبقى كأنها ما فيش اي حاجة. بس اللي احنا عايزين نعرفه ان مرض الام اس، علشان برضو نرقف بحال الناس اللي عندها ام اس، لو انت او لو انت يعني مش انتوا عندكم ام اس وبتفرجوا الفيديو ده عشان تعرفوا، لا هما بيبقوا مظهر، يعني مظهر بس
انتوا ما تعرفوش اللي جوه بيبقى عامل ازاي، ما تعرفوش الصعوبات والتحديات اللي بيواجهوها عامه. طيب من الاسئله اللي جات لي كتير، هل هو وراثي؟ لا طبعا هو مش وراثي وملوش اي علاقه، ما فيش حد في العيله عندي عنده ام اس. هل هو معدي؟ لا طبعا، يعني لا طبعا طبعا طبعا، يعني ما حدش يخاف من حد عنده ام اس لا يعدي، ما فيش الكلام ده خالص. انا قصتي معاه ببساطه جدا، ان انا اول ما جالي في 2014، جالي على شكل هجمة عنيفة جدا جدا، العين مفيش والحركة مفيش، وما كانش حد عارف ايه هو. ورحت عند دكتور عليه من الله بقى ما يستحق، وهو مفهمنيش ان ده مرض مزمن، مفهمنيش ان ملوش علاج، مفهمنيش ان في مثبطات مناعة مفروض اخدها، مفهمنيش اي حاجة، وعالجني بطريقة غلط. الطريقة دي بهدلتني. وبعدين يعني هو اداني كورتيزون على فترات طويلة جدا، وده طبعا مش صحيح اطلاقا، وحياتي كده اتعطلت وحياتي باظت، وكان ليا شغل وكنت عايشة برا مصر ورجعت طبعا، وكل حاجة باظت يعني. المهم مع الوقت اتحسنت، لحد وما كنتش واخد طبعا ادوية، لحد ما ربنا رزقني بابني خالد. وطبعا كان الموضوع صعب جدا بعد الكورتيزون. وفي 2016 جات لي هجمة، وخالد عنده 7 شهور. الهجمة دي بهدلت الدنيا، كانت قوية جدا جدا جدا. ومن ساعتها وانا عرفت المرض بتاعي ورحت عند دكتورة، الدكتورة دي فهمتني كل حاجة، كل حاجة عن المرض، وان انا لازم ابتدي اخد علاج اللي هو مثبطات المناعة. وابتديت فعلا بأول دواء اخدته اسمه جيلينيا اللي هو اقراص، وابتديت على الدواء ده لحد ما يعني مع كده العلاج والدواء، والدنيا الحمد لله اتحسنت معايا. بس طبعا ما رجعتش زي الاول، بس الحمد لله انها اتحسنت اصلا. ما اهتمتش بنفسي، نفسيتي كانت متدمرة، احداث كلها وحشة، مش فاهمة الدنيا، ومصدومة ومش عارفة اتأقلم، وده طبعا خلاني في حالة نفسية سيئة جدا جدا. وكانت الرنين دايما اللي انا بعمله بيبان فيه الكلام ده، يعني انتي الاحساس اللي انتي بتحسيه، او انتي ازاي يعني لو انتي حزينة هتدمري نفسك وهتبقى حالتك في الاسوأ، وهتضطري تاخدي علاجات اقوى. يعني انا دلوقتي باخد ريتوكسي ماب او ماب ثيرا، وده طبعا نوع من انواع الكيماوي يعني. و يعني هو الحمد لله الى الان هو مسيطر على الوضع شوية، بس انا انتقلت. يعني الام اس ليه 4 ستيجز، RRMS، و يعني بصوا ليه 4 ستيجز كده هكتبه لكم على السكرين. انا بقيت في الستيج التانية، ودي طبعا حاجة مش حلوة. يعني احنا احسن حاجة ان احنا في الريجريسيف ريميسيف اللي هو بيرجع نفسه، لما تجيلك هجمة بيحاول يرجع نفسه. التقدمي او اللي انا فيه ده بيبقى ايه، قطر بقى ماشي دايس كده يعني. فده طبعا بيرجع لان عدم الاهتمام بالاكل، عدم وجود علاج طبيعي. النفسية الوحشة دي بتاكل في الجسم يا جماعة، بتاكل في الجسم. فطبعا دي الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا جدا منها واحنا عندنا المرض ده. بس فباخد دلوقتي ريتوكسيماب، والحمد لله ان هو مسيطر شوية على الدنيا، يعني مسيطر على الدنيا. اهم حاجة نعرفها ان احنا مش كلنا زي بعض في المرض ده، ودي اكتر حاجة لازم تعرفوها، وحبيت ان انا اكد عليها ان انا اقولها لكم تاني، ان مش كلنا زي بعض في المرض ده. يعني انا مثلا لقيت حد على كرسي متحرك ما اقعدش الطم واندب واصوت، لا، لقيت مثلا ان انا دلوقتي على كرسي متحرك فما اقعدش اندب واصوت. لازم كلنا يبقى عندنا ثقة في الله وايمان في الله، يعني احنا مؤمنين ان احنا هنخف. يعني اصل حاجه من الاتنين، يا انا ههزم المرض يا اما المرض هيهزمني، فانتوا اختاروا، يعني انتوا اختاروا. ونخلي عندنا عقيده كده ان احنا هنخف وهنتحسن، ازاي ما نعرفش. حتى لو الدكاتره كل يعني معظم الدكاتره بيقولوا ان مفيش تحسن ومفيش كذا، بس مع ربنا دي حاجه تانية. فدي اهم حاجه نعملها اول ما يجي لنا المرض ده، او لو احنا اهل لحد عنده ام اس ما نقعدش نعيط عليه، لا، نقول له هتبقى زي الفل، ونساعده وندعمه نفسيا ونطبطب عليه ونكبر بخاطره. وده بيفرق جدا جدا، يعني ده بيفرق جدا، مش قادره اقول لكم قد ايه. طيب دلوقتي في ناس كتيره بتسالني انا جالي المرض ده اعمل ايه. اولا
بروح لطبيب، الطبيب ده بدور عليه بحرص شديد جدا جدا، ويستحسن يكون حد ليه خبرة في الموضوع، يبقى معروف انه حد بيعالج حالات الام اس. ليه؟ لان كل الدول بيبقى فيها حاجة زي كده علاج على نفقة الدولة. طبعا ادوية الام اس غالية جدا جدا، ومفيش بني ادم يقدر يتحمل الفلوس بتاعتها، فكل دولة دلوقتي عملت حاجة زي على نفقة الدولة. فبنسأل على الموضوع ده في وزارة الصحة اللي تابعة لدولتك، وبنتعالج عند دكتور فاهم وواعي يعني ايه ام اس، علشان ما يضيعكوش، وعلشان تبتدوا العلاج الصح وتاخدوا نصايح صح من حد اهل ثقة. حاجة تانية من الحاجات المهمة جدا هو ان انا ما اقراش، يعني ما تغل... يعني كل الحاجات دي غلطات انا عملتها، وانا بقولها لكم كده يعني بشكل ان جنرال. انا قريت كتير جدا عن المرض، قريت كتير جدا عن الادويه، قريت كتير جدا عن السايد افكتس بتاع كل حاجه، فده اللي كسرني وده اللي دمرني، لان انا بحب اقرا، وطول عمري بحب اقرا الورق اللي في الادويه وبفهم ومش عارف ايه. فدي من الحاجات اللي فعلا ما فادتنيش، يعني فعلا يعني اعراض الجانبيه كذا كذا كذا، ماليش دعوه، انا مع ربنا، بس ريحي دماغك خالص، والحمد لله ان لينا رب نرمي عليه همومنا ونرمي عليه احمالنا كلنا ونحسن الظن بيه. فدي حاجة مهمة جدا ان انا ما اقراش، لا اقرا تجربة فلان، ولا اقرا فلان حصل له ايه، ولا اقرا ده مشلول وما امشو، ما اقراش. انا حالتي غير حالتك، غير حالته، غير حالة اي حد. فاهم حاجة ان انا ما اقراش اي حاجة على النت. الحاجة الاخيرة اللي انا عاملها لو جالي ام اس، ان انا باخد وقتي خالص. يعني انا دلوقتي في هجمه وحصل لي كذا وكذا 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 وكذا، باخد مده العلاج بتاعي، و I don't panic. سبحان الله، ربنا بيحط سكينه في قلب الواحد ملهاش حل. يعني انا لما كنت مشلوله ومعميه، والله العظيم انا ما كنت حاسه، يعني كنت حاسه كده ان انا هيمانه مش فاهمه حاجه، يعني حتى ساعات بقعد اقول انا ازاي كنت ساكته كده وكنت صابره كده. ربنا بيحط سكينه من عنده. فاهم حاجه ان انا اخد وقتي خالص في الاستشفاء، لو انا بشتغل يولع الشغل، لو انا في دراسه تولع الدراسه، وباخد وقتي ان انا اخف علشان اقدر اواصل بعد كده. بعد ما باخد وقتي وبعد ما ربنا بيبتدي ان هو يحسن حالتي، ببتدي اخد قرارات مصيريه مع نفسي. اولا ان انا ببعد عني الناس اللي عندها طاقه سلبيه، الناس اللي بتحبطني ببعدهم عني. ببطل انا دماغي ان انا اكسر في نفسي، وببطل التفكير الكتير، برمي كل حمولي على ربنا. ده اول حاجه، ودي اهم حاجه، ان انا محرقش دمي، ان انا ابقى بارد مع الناس، ان انا اكبر دماغي، وان انا اهم من كل حاجه حواليا. وطبعا تحسين نمط الحياه، تحسين نمط الحياه، ان انا بحسن اكلي، بحاول اكل صحي على قد ما اقدر. العلاج الطبيعي مهم جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان انا عندي ام اس من 2014، ما ابتديتش علاج طبيعي غير من يومين، فده طبعا غلط جدا، يعني ده غلط جدا، وده فعلا اثر عليا سلبا، ان انا التوازن عندي بقى وحش جدا، على طول عندي صداع، بقى عندي الفقرات العنقيه، يعني انا عرضه ان انا اعمل عمليه غضروف اصلا. الام بقى، الام كانك عندك 80 سنه، انا عندي 30 سنه بس كاني عندي 80 سنه، العظم بيوجع، الركب بتوجع، الرجل مش بتشيل، الكتاف مش بتشيل، صداع دايما، كل الحاجات دي بترجع للاهمال. فلازم علاج طبيعي، لازم اخلي بالي من اكلي، ولازم ابعد عني كل حاجه سلبيه. زي ما قلت لكم قبل كده في جزء سابق في الفيديو، ان انا بحط قدامي حاجتين، بقول انا عندي مرض دلوقتي، والمرض ده عنيف، يعني من اعنف الامراض او من اعنف الحاجات اللي ممكن تحصل لك في حياتك، هو ان انت تجيلك ام اس. اولا في ناس كتير اسوأ مننا، ده اولا، مهما كانت حالتنا سيئه في ناس كتير اسوأ مننا، فدي اول حاجه احطها في دماغي. تاني حاجه، يا المرض يهزمني يا انا اهزمه. المرض يهزمني، يعني شوفي انت لو تقبلي بكده، انت تهزمي المرض، لان معاكي ربنا، واللي معاه ربنا مفيش حاجه بتقدر تكسره. فدايما تخلي عندك القناعة دي، دايما تؤمني بهذا الامر، ان انت لا، ده هي فترة، هي فترة فترة خلاص، انا هلكت جسمي نفسيا وعصبيا، واكلي وحش وكل وحش، فجسمي بيدي ريسبونس بيقول لي لا بقى، اقعدي بقى همدي، انت عملتيني وحش كل السنين دي، فعشان كده جالك ام اس. فباخد وقتي وبركز، وبعد كده ببتدي بقى ان انا احسن نمط حياتي، وربنا اكيد هيشفيكي باذن الله. من اهم الحاجات ان انتي ما تبقيش فاضية،
طول ما انت فاضية، طول ما الافكار السلبية هتجيلك، طول ما الافكار الوحشة هتجيلك، طول ما هتدخلي الشيطان كده يقعد يوسوس لك يقول لك يعني شفتي انت كنت ايه وبقيتي ايه، انا ده حصل لي وده بقوله لكم لان انا فعلا كده. انت كنت الاولى على دفعتك، انت طلعتي اشتغلتي في دبي، انت كنت قاعدة في دبي، دلوقتي بصي انت ايه، انت ولا حاجة، انت مش عارف ايه، انت مش قادرة تتحركي، انت مشلولة، انت طول ما انت هتخلي ودنك للحاجات دي عمرك ما هتروحي في اي مكان غير في الاوحش، تخلي مرضك يسوء 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 لحد ما انت خلاص. فاهم حاجة، ما تبقيش فاضية. ازاي ما بقاش فاضية؟ اشغل نفسي باي حاجة، ابحثي عن هدف في حياتك. مش شرط الهدف ان انت تبقي سيدة اعمال، يعني مش شرط، اي هدف صغير، اي هدف صغير، حتى لو ان انت تعملي صابون في البيت، تعملي كروشيه، تطرزي، تبيعي وتشتري حاجة، تبيعي أكل، تفتحي قناة يوتيوب عن الطبخ، تكتبي مقالات، تعملي أي حاجة، أي حاجة اشغلي نفسك بيها. البحث عن هدف ده أكتر حاجة بتخلي الواحد يتلهي عن المرض بتاعه، وفرحتك بإن انت بتحققي هدفك بتخففك. يعني ده اللي أنا أقدر أقوله لك، فرحتك بهدفك هو ده اللي بيخففيه. انت أم وهدفك في اولادك، خلاص ده هدف، مفيش هدف احسن من كده في الدنيا. يعني مفيش هدف، مش شرط الهدف يكون متطلب فلوس كتير او متطلب صحة كتير او متطلب، يعني كل واحد وعلى قد اللي ربنا مديهوله سواء ماديا او بالصحة او وات ايفر. بس اي هدف، اي هدف تشغلي نفسك بيه يلهيكي وتفرحي لاتمام الهدف ده، او ان انتي بتاخدي خطوات في الهدف ده، صدقيني بيفرق جدا 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 مع البني ادم، وبيفرق ان انتي كده هزمتي المرض ده وبتهزمي المرض ده، وان انتي قوية، وان انتي كده كده قوية ومحاربة. طالما انتي جالك ام اس انتي كده كده قوية ومحاربة وملكيش حل وملكيش زي فعلا، لان المرض ده صعب جدا، واحنا كل يوم بنبقى عندنا اصلا معركة ان احنا نقوم من على السرير. فاهم حاجة، دوري على هدف وابتدي حققيه، واشغلي نفسك وسدي ودنك عن اي حد سلبي، سدي ودنك عن نفسك وعن اي افكار سلبية، واستعيني بالله استعانة كاملة، وربنا ان شاء الله مش هيوريكي شر. اخر حاجة بقى، وهي رسالتي للناس اللي حوالين مريض الام اس، يا جماعة مريض الام اس ده ممكن يبقى شكله زي الفل مش باين عليه حاجة، بس من جوه هو انتوا ما تعرفوش، ما تعرفوش حالته عاملة ازاي، ما تعرفوش هو الالام اللي بيتعرض لها، ما تعرفوش التحديات النفسية، ما تعرفوش التحديات الجسدية. فرفقا بالناس اللي عندها ام اس نطبطب عليهم، نسمعهم كلام حلو، نكبر بخاطرهم، ما نبقاش قاسيين عليهم، نستحملهم على قد ما نقدر، على قد ما نقدر، وهم اصلا ما فهمش صحة ان هم يتخانقوا ولا يعملوا اي حاجة. فيعني نطبطب عليهم ونكبر بخاطرهم بأقل الحاجة، ما بقولش بهدايا، بأقل الكلام وبأقل الفعل، لأن ده صدقوني بيساعد جدا في شفاء مريض الام اس، يعني بيساعد جدا ان هو يبقى احسن. فاكبروا بخواطر الناس اللي عندها ام اس، هتشوفوا تحسن كبير جدا جدا فيهم، لان فعلا المرض ده بيخلي الواحد حساس جدا، وبيخلي الواحد صعبان عليه نفسه جدا جدا. ف رفقا رفقا بمريض الام اس. اخر حاجة بقى عايزة اقولها لكم، هو ان انا ان شاء الله هتكلم معاكم في حاجات اكتر، بس الحاجات اللي انتوا حابينها، يعني لو عندك اي سؤال او لو في اي اسئلة سيبوها لي تحت في الكومنتس، وبناء عليها هكلمكم تاني ان شاء الله، هنعمل فيديوهات كتير نتكلم مع بعض وعن فكرة التعايش ونعمل ايه لو حصل ايه. وبالذات كمان ان انا جالي رسائل كتير جدا من امهات يعني عندهم ام اس، ان اطفالهم عندهم ADHD او توحد او كذا. ف يعني للناس اللي ما يعرفونيش، انا عندي ابن عنده ADHD، فهنتكلم اكتر بقى في الموضوع ده، وازاي فكرة التعايش ونتصرف ازاي والكلام ده. فاللي انتوا عايزينه انا هعمله. اي حد عنده اي سؤال يسيبهولي تحت في الكومنتس، وان شاء الله هعملكوا فيديوز تانية ونتكلم في حاجات اكتر، ويا رب اكون قدرت اساعدكم، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير.